السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلتكم من أور كورس، معكم مع بعض دلوقتي الفود أداتيفز. نبدأ بدعاء المذاكرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إيه الفود أداتيفز؟ يعني مواد أنا بضيفها للأكل عشان مثلا أغير لونه أغير طعمه أغير شكله هكذا. تمام، إحنا دلوقتي هناخد الديفينيشن بتاعها، هناخد البنفيتس بتاعتها اللي هي فوائدها، هناخد الافكتس بتاعتها اضرارها، هناخد الوينج ذا ريسك اند بنفيتس، وهنعرف معنى المصطلح ده دلوقتي. اول حاجه نبدا بالديفينيشن، فهو بيقول لك ان هي زيرو سبستانس ذات ار ايدد تو فود، يعني سبستانس انا بضيفها للاكل تمام، تو مينتين عشان احافظ او ان انا امبروف ان انا احسن. احسن ايه؟ السيفتي، ان هو يبقى امن. هناخد دلوقتي في البنفيتس بتاعتها ان هي بتعمل ريديوس للفود بورن ديزيز. يعني ايه؟ يعني بتمنع ان البكتيريا تيجي على الاكل، فلما اكل الاكل ما يجيليش تسمم غذائي من الاكل، فتقلل التسمم الغذائي بيجيلي من الاكل، يبقى هي بتحافظ على السيفتي، بتحافظ على الفريشنس ان الاكل يبقى طازج، بتحافظ على التيست الطعم بتاع الاكل يبقى حلو كده، بتحافظ على التكتشر يعني على ملمس. احنا هناخد في التايبز بتاع الفود اديتيفز اللي هي انتي كيكينج. يعني ايه انتي كيكينج؟ حاجات بتمنع التكتل. يعني مثلا انا بشتري الجيلي بلاقيه كل حبايب لوحدها، ما هوش متجمع ومتكتل كده. بس الكريم كراميل برضو حبايبات صغيره كل حبايب لوحدها تمام. وبيحافظ على الابيرنس اللي هو مظهر الاكل يبقى حلو كده تمام. ممكن نحفظ دول في مثلا فاست، احنا عاوزين نحفظ يعني بالظبط الفريشنس والابيرنس والسيفتي والتيتيهين تيكتشر وتست تمام. البينيفيتس بقى او الفوائد بتاعه الفود اديتيفز دي، بريديوس ذا انسيدنس اوف الفود بورن ديزيز، بتقلل ان انا يجيلي تسمم غذائي او بتقلل البكتيريا تتجمع على الاكل فان انا يجيلي منها تسمم غذائي، بتبرولونج الشيلف لايف تايم. يعني ايه؟ انا المود اللي هو مده التخزين او مده الصلاحيه، يعني في حاجات بتوصل لمده الصلاحيه بتاعتها لاربع سنين، في حاجات ثلاث سنين، فهي بتزود لي الشيلف لايف تايم اللي هي مده التخزين تمام. وبتعمل وايد اند فاريد للفود سبلاي اول ذا يير، يعني بتخلي لي مثلا فاكهه الصيف تبقى في الشتاء، فاكهه الشتاء تبقى في الصيف. يعني نروح مثلا السوبر ماركت نلاقي مثلا في الشتاء مانجا مفرزنه محطوط عليها مواد حافظه ومتفرزنه في الفريزر تمام. و سيف تايم ان كيتشن، يعني خصوصا اللي هي الحاجات سريعه التحضير مثلا اندومي، الحاجات دي بتلاقيك بتعملها على طول تلاقيها طابت تمام، محطوط عليها مواد حافظه تمام. فاحنا ممكن نحفظهم ان احنا بنقلل حاجه بنزود حاجه ننوع اكل نوفر وقت تمام. فهنقلل حاجه فهنقلل الانسيدنس بتاع الفود بورن ديزيز، هنزود حاجه فاحنا هنزود الشيلف لايف تايم، هننوع اكل فنعمل فاريشن للفود اول الير تمام، او هنعمل نوفر وقت ان هو نعمل سيف للتايم في الكيتشن. الفود اديتيفز دي يعني ايه؟ هناخد اضرارها. اكيد اغلبنا مثلا مامتنا زعقت لنا قبل كده ان احنا بناكل الشيبس كتير، او ان احنا بنشتري كرياتيهات كتير، او ان احنا بناكل اكل من بره اصلا كتير تمام. ليه؟ لان كله بيبقى فيه فود اديتيفز او مواد حافظه. واضرار المواد الحافظه دي مش شرط ان هي تبقى في الحال ان هي ان انت مثلا هتضرك، لا، ممكن على اللونج تيرم يعني على المدى البعيد من كتر الاكل بتاع المواد دي هتبدا بقى الضرر بتاعها هيظهر عليك تمام، وده الاخطر. الاميديت، فاحنا هناخد الحاجه اللي بتحيط بالجسم بتاعنا فوق السكن، وبعدين نبدا في الجسم من فوق، ناخد سي ان اس، وبعدين ناخد الريسب تمام، وبعدين ناخد الجي اي تي، تاثيره على الجي اي تي تمام. فهناخد على السكن الاول اللي هو الحاجه اللي بتحب الجسم، فيبدا الشخص يبقى عنده ريشز كده، وتلاقي اتشنج يبقى عنده هرش اصلا وسوينينج، شوف منفخ ازاي، يبقى عنده ريشز، عنده احمرار، عنده اتشنج، عاوز ان هو يهرش على طول كده، وعنده سوينينج تمام. خصوصا برضو السكن والريسب لما بيبقى واكل ماده مثلا هو عنده اليرجيك ليها او عنده حساسيه ليها تمام. يبقى السكن تلاقي عنده ريشز، عنده سوينينج، عنده اتشز تمام. نبدا بقى في السي ان اس او النيرفوس ديس اوردر، بتلاقي عنده هايبر اكتيفيتي، عنده فرط حركه، بتلاقي عنده ايزومنيا، تلاقي ان الشخص عنده ارق مش عارف ينام بالليل، وعنده ارتابيليتي، عنده تهيج. نبدا بقى في الريسب اللي هو عنده ازمه وعنده ساينوسايتس، يعني عنده رب
وعنده سينوسايتس التهاب جيوب انفيه، خصوصا برضو لما بيبقى بياكل ماده هو عنده اساسيه ليها، يجي له ازمه والرب الشعبي ده لما بيبقى عنده ماده حساسيه، عنده حساسيه ليها. تمام. جي تي او دايجستيف ديس اوردر، بتلاقي عنده دايريا، عنده استمك بين، ودي بتيجي كتير قوي في الاستيبلتي. مثلا ام جايبه ابنها وجاي بقى عنده دايريا وبطنه وجعاه قوي، يجي مثلا الدكتور يسالها هو اكل ايه، اه انا لسه واكل مش عارفه اكل شيبسي ولا اكل قلبز ولا اكل مش عارفه ايه، تمام، اللي هو الحاجات بتاعه السوبر ماركت دي. فطبعا الدكتور طبعا غالبا بيمنع ان هو ياكل اكل من دكان فتره، ولو كان مثلا هتبقى حاجه بسيطه كل فتره. تمام. المهم ان هو الاميديات افكت بتيجي يعني بعد الاكل يعتبر على طول. تمام. وفي حاجات لونج تيرم يعني بعدها بفترات زمنيه طويله من الاكل. الاميديات اللي بتيجي على السكن اللي هو المحيط بالجسم، تمام، فبنلاقي ريشز، بنلاقي اتشنج، بنلاقي سويلنج، بتيجي على النيرفس ديس اوردر، بتيجي على الريسبي بروبلم، بتيجي على دايجستيف ديس اوردر. نيرفس قلنا بيبقى الشخص عنده هايبر اكتيفيتي، فرط حركه، عنده انزونيا، عنده ارق، وزي ما قلنا ارتابيلتي، وخدنا الريسب قلنا ازمه وساينوسايتس، وخدنا دايجستيف قلنا دايريا واستمك بين. تمام. نيجي بقى لللونج تيرم. اللونج تيرم اكيد مثلا شفنا على الفيس الفيديو الواحد طالع مثلا يقول انتبهوا لصحه ولادكم، بس ان انتوا تاكلوهم الاكل بتاع بره، الاكل كله بقى مسرطن ومش عارف ايه. نمسك في بتاعه مسرطن دي، فاللونج تيرم الاستخدام الكتير وعلى المدى الطويل برضو للمواد دي بيزود الريسك بتاع الكانسر، خصوصا الكانسر قولون، فربنا يصبر قولوننا والله هيعاني معانا. تمام. يبقى بتزود الريسك بتاع الكانسر كولون، بتأثر برضو على الكارديو فاسكولار، تعمل لنا كارديو فاسكولار ديزيزز. تمام. هي بتأثر على الكولون وبتأثر على كارديو فاسكولار ديزيزز. تمام. خصوصا لو المواد دي فيها نيتريتس كتير. تمام. مثلا هي نيتريتس. تمام. يبقى احنا عندنا تأثير او اضرار الفود اديتيفز دي اما اميديت واما لونج تيرم. اللونج تيرم عرفنا ان هي 2 سي، كانسر كولون وكارديوفاسكولار ديزيزز. يبقى احنا كده خدنا دلوقتي الديفينيشن، خدنا البينيفيتس، قلنا بيزود يقلل حاجه، يزود حاجه نوع اكل، نوفر وقت، وخدنا الايفكتس بتاعتها اللي هي الاميديت افكت واللونج تيرم افكت، وخدنا الاميديت افكت قلنا على السكن، وقلنا على النيرفس ديس اوردر والريسبيراتوري مثلا بروبلمز والديجستيف ديس اوردر، وخدنا اللونج تيرم قلنا 2 سي، كانسر كولون وكارديوفاسكولار ديزيزز. هنبدا دلوقتي في مصطلح الوينج ذا ريسك اند بينيفيتس. يعني ايه؟ يعني انا همسك الماده اشوف فايدتها واشوف ضررها، اوازن بين فايدتها وضررها، واشوف هي فايدتها ولا ضررها اللي اكتر. يعني انا اختار اكيد ان حاجه تبقى فايدتها اكتر من ضررها. تمام. خلينا دلوقتي نتكلم بشكل عام، ايه الفرق بين التوكسيستي والهازارد؟ التوكسيستي الماده دي بتبقى في النورمال، بتبقى مش هارمفول. تمام. الماده دي بتبقى هارمفول في النورمال اللي هي الهازارد. تمام. التوكسيستي تبقى هارمفول لما نستخدمها اب نورمال يوزز. تمام. فالتوكسيستي دي صفه في كل الماده، هي جنرال بروبرتي اوف ذا ماتر، هي خاصيه او صفه موجوده في الماده. تمام. بيقول لك ان كل السبستانس، اول سبستانس ار بوتنشالي توكسيك، يعني كل السبستانس بتبقى سامه، حتى الووتر بيقول لك even water if used under abnormal condition، يعني حتى الووتر لو استخدم بشكل خاطئ ممكن ان هو يدخلنا يبقى توكسيك، يبقى ماده سامه، دخلنا في ووتر توكسيستي لو احنا زودنا منه قوي. تمام. الهازارد احنا قلنا الماده دي في الحاله النورمال كده هي اصلا بتبقى توكسيك او بتبقى هارمفول. تمام. ف ومعظم يعني الفود اديتيفز اصلا بتبقى هازارد، يعني الخاصيه بتاعتها هازارد. تمام. فبيقول لك از ابيليتي اوف سبستانس تو كوز انجري، يعني هي ماده بتعمل انجري او هو ماده هارمفول. تمام. اندر كونديشن اوف نورمال يوز، يعني هي في النورمال بتعمل انجري. تمام. سام فود اديتيفز مي بي اسوشيتد ويز هازارد، يعني الهازارد بيبقى يعني صفه للفود اديتيفز. تمام. لبعضهم يعني، وي ماست نايسر اجنور سيفتي نور بي ستريكتلي بروهيبتد. يعني ايه؟ يعني احنا ما نتجاهلش عامل الامان، يعني انا احاول اشوف ماده امنه، في نفس الوقت انا مش هقول ان انا همنع خالص. يعني مثلا واحد بيروح سباحه وهو بينط مثلا معرض ان هو راسه تتخبط في حاجه، يجيله ارتجاج في المخ او يجيله مثلا الى حد ما مشاكل في المخ كبيره، هل هو دلوقتي المفروض ان احنا كلنا ما نروحش سباحه عشان مثلا ما نتخبطش ويجي لنا مشاكل في المخ؟ لا، انا احاول اشوف مثلا انط بشكل امن شويه، اعمل كده، بس مش همنع خالص، انا احاول اشوف بس عامل الامان ده. تمام.
يبقى انا اشوف عامل الامان، ما تجهل، ما اقولش ان انا همنع خالص. تمام، هنتكلم بقى دلوقتي على التستنج فور سيفتي. يعني ايه؟ يعني انا هعمل اختبارات على المادة عشان اشوف المادة دي امنة ولا لا. تمام، فهو بيقول لك ان النيو فود اديتيفز ماست ريسيف الابروفال فروم الاف دي اي. اف دي اي يعني ماست ريسيف الابروفال، يعني تاخد موافقة الاف دي اي. الاف دي اي دي اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن، اللي هي منظمة الغذاء والدواء. تمام، لازم ان منظمة الغذاء والدواء دي توافق على الفود اديتيفز دي، ان احنا يعني تبقى من ضمن المواد الاضافية اللي احنا نستخدمها وكده. تمام، مواد اضافية ايه؟ المهم يعني at least هما 3 types من toxicity test ان احنا بنعملهم على اللاب animals. يعني ايه؟ يعني كل مادة المفروض عشان اشوف هي safety ولا مش safety ان انا استخدمها، ان انا بعمل لها 3 types من toxicity test. تمام، بعديها على 3 types من toxicity test بعملهم على ايه؟ اكيد مش هعملهم على انسان، انا بعملهم على حيوانات، وخصوصا حيوانات التيست بتاعتهم قريبة مننا، مثلا زي فار مثلا وارنب. يبقى انا بعمل الاختبارات الثري تايبز مثلا دول على حيوانات مشابهه، خصوصا اتليست مثلا نوعين من السبيشيز من الحيوانات اللي هو مثلا فار وارنب. تمام، ايه هما بقى الثلاثه تيست اللي احنا نشوف الماده دي سيفتي ولا لا؟ هما الاكيوت توكسيستي تيست والشورت تيرم توكسيستي تيست واللونج تيرم توكسيستي تيست. اللي بيفرق بين الثلاثه هو عامل التايم، يعني الوقت. فتلاقي مثلا ان الاكيوت توكسيستي تيست دي بعملها واشوف على طول يعني ايه اللي هيطلع. تمام، الشورت ترم بعملها مثلا من شهر لست شهور، اللي هو من 30 يوم ل 180 يوم. تمام، اللونج ترم اكتر من ست شهور، يعني بندخل حاجات الكرونيك. احنا عارفين ان احنا نقول على الديزيز ده كرونيك لما يعدي عليه اكتر من ست شهور. تمام، فالاكيوت توكسيستي تيست بيقول ان هو شوز افكت اوف وان دوز اوف اديتيف جيف تو مينيمم تو ديفرنت سبيشيز من انيمال، يعني على الاقل خالص هديه لنوعين من الانيمال. تمام، وبشوف حاجات التيشز بتاعته قريبه مننا، يعني مثلا هاخد فار وارنب. تمام، فهدي مثلا نعتبر ان احنا نشتغل على الفود اديتيف سين. تمام، الماده اللي انا عاوزه اشوف هي سيف ولا لا، ماده سين مثلا، فنهدي منها 1 جرام، هدي 1 دوز 1 جرام و1 جرام ملي جرام مثلا، هدي 1 الملي جرام ده للفار مثلا وهديه للأرنب، وهشوف الإفكتس بتاعت الواحد ملي جرام ده على الفار، وهشوف الإفكتس بتاعت الواحد ملي جرام ده على الأرنب. تمام، الشورت ترم بقى ان انا بعمل variation، بيقولك ان هو determine the effect of feeding diet contain varying level من الفود اديتيف دي. تمام، to at least two different من السبيشيز animal. تمام، من 30 يوم ل 180 يوم. يعني ايه؟ يعني انا باجي في الاكل بتاع الفار والارنب دول واحط لهم الفود اديتيف، اعمله مثلا اكتر، مره حطيت 3 من 10، مره حطيت 4 من 10 مثلا، مره حطيت 5 من 10، بغير في الليفل بتاعه وبحطه للحيوانين دول اللي هو الفار والارنب. تمام، واشوف من بعد مثلا من شهر لست شهور ايه الافكتس اللي بتظهر عليهم. تمام، يبقى انا بحط لهم في الدايت بتاعهم، في الفود، في الاكل بتاعهم، بحط لهم من شهر لست شهور، من 30 يوم ل 180 يوم. تمام، وعلى الاقل بحطه لحيوانين. تمام، اللونج تيرم بقى ان انا اكتر من ست شهور، يعني انا بشوف تاثير المواد دي من الاستخدام ايه على كرونيك ديزيز. تمام، بشوف تاثيره على كرونيك ديزيز. فهو بيقول ان هو ديترماين ذا افكت اكستند تو ويتش ذا اديتيف برودوس ديزيز اور هارمفول ستيت ساتش از الكرونيك ديزيز. تمام، يعني مثلا جبنا ارنبه مثلا كانت بريجننت. تمام، ارنبه كانت حامل وشفنا اولادها بعد كده، وادينا لها مثلا الفود اديتيف دي وهي حامل. تمام، لما خلفت بقى شفنا اولادها، لانهم مثلا عندهم جينيتيك تشينجز، عندهم تغيرات مثلا في الجينات، عندهم ميوتيشن طفرات، عندهم بيرث ديفكت. تمام، فاحنا اديناها لها وهي حامل، وبعد كده شفنا البيبيز بتاعتها ايه اللي ظهر عليهم، عندهم مثلا بيرث ديفكت، عندهم ميوتيشن، عندهم جينيتيك تشينجز. تمام، فكده الثلاثه تيست اللي احنا قلنا عليهم، فهو الاكيوت والشورت تيرم واللونج تيرم. الاكيوت بدي 1 دوز للنوعين من الحيوانات واشوف الايفكت بتاعهم، الشورت تيرم بدي فاريشن من الدوز بتاع الفود اديتيف دي
واشوف تأثيرها من شهر لست شهور، تمام، الكورونيك، بشوف تأثير الفود اديتيف دي على نوعين من الحيوانات لأكتر من 6 شهور، يعني بشوف تأثيرها على الكورونيك ديزيزز، اشوف مثلا هتأثر على الجيناتكس، هتأثر على تعمل مثلا بيرث ديفكت، تعمل ميوتيشن. ذا تيستنج بروسيجر ديترماين ذا نو افكت دوز، يعني ايه؟ احنا فضلنا نعمل التستس اللي احنا بنعملها دي كتير على الحيوانات مثلا بفود اديتيف معين، لحد ما وصلنا مثلا ان هو عند الميت مثلا ميلي جرام ما كانش ظهر اي هارم في الافكت، يعني دي سيف دوز او نو افكت دوز، يعني ايه؟ ما عملتش هارم في الافكت، تمام. فبيقول لك ان التست بروسيجر ديترماينز نو افكت دوز ذات ذا ليفل اوف انتيك ذات بروديوس نو هارم في الافكت. ما احنا مثلا دلوقتي وصلنا ان النون افكت دوز بتاع المادة سين دي مثلا عند 100 ميلي جرام، هل ال FDA هتسمح لنا ان احنا نستخدم ال 100 ميلي جرام دول؟ ما هو سيف، يعني سيف دوز ومش بيعمل اي هارم في الافكت. لا، تسمح لنا ان احنا نستخدم 1% بس منهم، يعني من السيف دوز انا هستخدم 1% بس بحيث ان انا ابقى في امان كامل. يعني احنا مثلا دلوقتي لما كان عند 100 ميلي جرام كانت دي سيف دوز، هي تسمح لي ان انا استخدم 1 ميلي جرام، يعني تسمح لي ان انا استخدم واحد على 100 من السيف دوز، تمام. فبيقول لك ان اللي هو ال FDA requires that there be a meat fold 100 fold safety factor، تمام، 100 مرة ضعف، تمام. In other words, usually the highest expected use of an additive should be no higher than 100، يعني ما يبقاش اكتر من 1% من ال of the no effective dose او ال safe dose، تمام. ناخد بقى الطيبز بتاعت الفود additives دي. اول حاجة اللي هو ال preservatives، ناخد بقى الطيب زي بيبسي دي، فهي البريزرفيتيفز اللي هي المواد الحافظه، تمام. تاني حاجه الفود كلر، طبعا هي الوان الطعام. الفود فليفر، زي مثلا الفانيليا مثلا بتدي نكهه الفانيليا، تمام، او الفليفر انهانسر مثلا زي مرقه الدجاج، تمام، ان هي حاجات بتزود الطعم كده او تكسب طعم قوي، تمام. الهاي انتنسيتي واللو كالوري سويتنرز، زي مثلا سكر الدايت، يعني مثلا تلاقي مثلا سكر ستيفا ده مثلا الواحد جرام منه بيساوي مثلا معلقتين من السكر الابيض العادي، تمام. انتي اوكسيدانت، يعني مثلا في مواد ان هي اول ما مثلا بتتعرض للهواء بتتاكسد، فلا دي بتخليها ان هي ما تتاكسدش اول ما تتعرض للهواء، تمام. الامالسيفاير، يعني المواد دي بتخلي مثلا مادتين ما بيمتزجوش في الحاله العاديه يمتزجوا، زي مثلا الايس كريم، تمام، هما ما بيمتزجوش في الحاله العاديه مكوناته تخليها تتمسك، مايونيز هكذا، تمام. الاسيديولانت اللي هي مواد بتكسب طعم حامضي للاكل، يعني تلاقي الاكل فيه حموضيه كده، في مواد بيحطوها فبتدي طعم حامضي للاكل. الانتي كيكنج ايجنت اللي احنا قلنا ان هي مضادات التكتل. خلينا نعمل ريفيجن كده على اللي احنا قلناه. احنا خدنا اولا الفود اديتيف ديفينيشن بتاعها، وعرفنا ان هي مواد بنضيفها للاكل عشان نعمل مينتين او نعمل امبروف لحاجة احنا جمعناها في فاست، اللي هي الفريشنس والابيرنس والسيفتي والتيست والتيكتشر، تمام. وخدنا البنفيتس بتاعتها اللي هي فوائدها، قلنا بتقلل حاجه تزود حاجه، ننوع اكل نوفر وقت، تمام. بنقلل فود بورن ديزيز، بنزود الشيلف لايف تايم، بنعمل بريشن للفود على قول الير، يعني ونوفر وقت ان احنا بنعمل سيف للتايم في الكيتشن، تمام. وبعدها خدنا الايفكتس بتاعتها، قلنا ان مش شرط يبقى اميديت، ممكن يبقى لونج تيرم، وهي دي الاخطر. الاميديت خدناها على السكين بروبلمز، وخدناها على النيرفس ديس اوردر والريسبيرتوري بروبلمز والديجستيف ديس اوردر، تمام. وخدنا اللونج تيرم، قلنا ده الاخطر وده المهم، يعني اللي هو 2 سي الكانسر كولون والكارديو فاسكولار ديزيزز، تمام. وخدنا بقى الوينج في الريسك والبنفيت، خدنا مصطلحين اللي هو التوكسيستي والهازارد، قلنا التوكسيستي المادة دي في النورمال ما هيش ضر، لما بتبقى توكسيك لما بستخدمها اب نورمال يوز، تمام. وقلنا ان دي خاصية لكل المواد اصلا التوكسيستي دي، تمام. الهازارد قلنا هي مادة في النورمال اصلا بتبقى ضر، ودي يعني خاصية لصن فود اديتيفز، تمام. وخدنا تيستنج بتاع السيفتي، ان انا اشوف المادة دي امنة ولا لا، قلنا فيها 3 تيستات بعملهم على الاقل، يعني
وبعملهم على حيوانين برضو على الاقل، يبقى هما 3 تيستات على حيوانين على الاقل. اول تيست اللي هو الاكيوت توكسيستي تيست، تاني تيست اللي هو شورت تيرم تيست، والتالت تيست اللي هو لونج تيرم توكسيستي تيست. تمام. وقلنا اللي بيفرق بين الثلاثة فهو التايم. تمام. وقلنا الاكيوت توكسيستي تيست ان انا بدي 1 دوز للنوعين من الحيوانات واشوف الايفكت بتاعهم. طب الشورت تيرم تيست بعمل فاريشن في الدوز واديها برضو للنوعين من الحيوانات من شهر ل6 شهور. تمام. من 30 يوم ل 180 يوم. طب اللونج تيرم توكسيستي اكتر من 6 شهور، بشوف تأثيره على الكورنيك ديزيزز. تمام. اشوف مثلا هيعمل جينيتك ديفكتس او جينيتك تشينجز، هيعمل بيرث ديفكتس، هيعمل ميوتيشن، هيعمل الحاجات دي. تمام. وانا بعمل التستات دي عشان اوصل للسيف دوز او النو افكت دوز اللي هي مش بتعمل هارم فول. تمام. وقلت ان الاف دي اي مش بتسمح لنا ان احنا نستخدم من السيف دوز غير 1% منها. تمام. يبقى السيف دوز بتبقى 100 مرة ضعف اللي احنا بنستخدمه. تمام. وخدنا الطيبز بقى بتاعت الايه الفود اديتيفز.